خمسة سؤال، تبارك الله، شحال العمر اللي دابا 30 عام. 30 عام، عاود لخوك. ولكن العائلة ديالي ما كتفهمنيش. ربما نفهمك انا وديك الساعة يفهمك ان شاء الله. انا كندخل البيت كنبكي كنقول انا مالي، علاش راني هكا، علاش البنات برا ضاحكين مع امهم مع اخواتهم مع، انا كنمشي كنتبرع على ماما، كنمشي كنتبرع ابا الله يرحمه، كنقول ليه علاش امي كتضربني، علاش امي ما كتبغي تبعد مني، ولكن هما ما عارفين شنو. وكان خوتي باغي يتزوجوا ديك الساعة، عندي غنقول لك شي 10 سنين ولا، المهم غيتزوجوا خويا الكبار ولا تبا. صافي ديك الساعة نعسنا في الليل وكنحس بالكرش ديالي منفوخة ما عرفت مناش، ما كليت والو ديك الساعة، وكنت غير كنبكي، كان جلس عدا خويا اللي مجوج وكنبكي، ومرت خويا كتقول لي مالك انت غير كتبكي، وكنقول لي بقى فيا خويا ما عرفت علاش بقى فيا، هو تزوج وبقى فيا وكنبكي عليه ما عرفت علاش. صافي شوية واحد المرة قالت لي، مشات انا تبريت على مرت خويا الكبير، قلت لي انا ما عرفت كرشي مالي تنفخ ليا، ومشات قالت لي نصرة هي حاملة، قالت لي عمرها هاد البنت حاملة. صافي داز العرس ومشى الخبر عند با الله يرحمه، امي قالوا لي راه بنتكم حامله وكذا. صافي امي هزاتني ودتني للطبيبه وكتضربني وبعثوني في الزنقه، قالت لي امي انا ما درت والو، ما عمرني درت شي حاجه، انا دائما حداكم، ما عندي كاع الخاطر ديال الناس. تهموك انك حملتي؟ اي. صافي دتني امي للطبيبه، والطبيبه قالت لهم راه فيها البرد مسكينه في الكرش ديالها، راكم غتضيعوها وكذا. رجعتني امي زعما قالت لي صافي راه ما كاين والو وكذا، ولكن با الله يرحمه قال لي شوفي يا بنتي، حتى واحد في الدراري عندي البنات الكبار وعندي حتى واحد ما حيد ليا العمامه الا انت الصغيره، حيدتي ليا العمامه. رجعتي العمامه يعني حيت قال لي الناس غيتفلوا عليا حيت انت حامله. ولكن انت ما حاملاش. انا ما حاملاش، هما زربانين ما حاملاش، انا ما كنرضاش امي نمشي معها حتى شي بلاصه. صافي دف أمور، وانا هكاك وكنت دبز مع امي، وامي كتمشي عند اختي، كنفرح في الدار ما كنكونش بالخاطر الا كتكون امي حدايا. المهم دازت امور، دائما كنقول لهم غنمشي غنعطي راسي خلاني صافي غنزوق غنمشي. المهم واحد الحاله ضايعه حياتي ما نقولش لك. صافي الحمد لله كنمشي عند الرقيات، وكنت صند بزاف في القران، كنصلي وكنطلب الله، ولكن كنبكي كنبكي ما عرفت المخدة ديالك كلها كتولي بلك. علاش كتبكي؟ ما عرفتش علاش كتبكي، لانك انا ما عرفتش انا هادشي، انا كنبكي كنقول انا ماشي بحال البنات. واخا نقول سمح لي، دابا انت عندك واحد الماضي ياك اللي هو اسوأ، واحد الماضي اللي هو كحل، هذاك الماضي انت شديتيه وربطتيه مع حياتك، ملي ربطتي مع حياتك ولا عندك الماضي والمستقبل بحال بحال، ملي كتبغي دير شي خطوه للقدام كيجي في عقلك الماضي تقول ان شي كل ما غاديش يصدق، دخلتي في اكتئاب. هذا الماضي ما عرفت ماشي حد داريه شي حاجه وكنفكر فيه الا ما كاينش هذا الماضي اللي هو مثلا انا تهموني بالحمل، ضربني ماما، ضربني بابا، هذا الشيء هذا كيلعب على الانسان، على النفسيه ديالو بسيشيك موك، انسان كيمرض يعني نفسيا، انسان كيتحطم، ملي كيتحطم نفسيا مباشره كيولي عندنا ضيق في هذه البلاصه هنايا. كيكون عندنا الضيق، وكيولي عندنا الخوف. هنا انت ربطتي الماضي مع الحاضر وترون عندك كل شيء. اذا الماضي عند العقلاء اختي كتاب يطوى ولا يروى. خاش بقى نتفكر انا في الماضي، الماضي ما غاديش يعطيني شي حاجه. الماضي ما غاديش يزيدني لقدام. الماضي ما لقاش فيه المستقبل ديالي. صح. الماضي غادي يلقى فيه غير المسائل السوداء، يعني غير المسائل السلبيه. لكن الغد هو الافضل. صح. متفقين؟ ملي كدير رقش شنو توقع لك؟ انا كنت في الاول في دارنا كنعس، يعني كنشوف الحيط كلها كيبانوا فيها الحيوان بزاف، وما كنعس وكنبغي نعس بوحدي، حتى واحد ما يقرب ليا، لا خوتي لا ماما حتى واحد، انا غنعس بوحدي. وكنشوف الدار ديالنا كلها الحنوش، كلها كلشي الدار ديالنا كلشي كتولي الحناش. ملي كنفيق الصباح كنبغي غير نمشي عند الجيران، ما كنبغيش دارنا كيبان ليا بحال الظلام. خير ان شاء الله. دارنا كيبان ليا بحال الظلام، وعند الناس كنضحك بحال انا ما وقع ليا والو، غير نشوف ماما جات كيبان ليا شي حاجه
حلات عليا حياتي. طلبوا العفو. ولكن دابا الحمد لله هاد الايام الحمد لله مشيت للسعوديه وكنطلب الله، مشيت للكعبه طلبت ربي تبارك وتعالى، جيت للدار عند هذوك الناس وحليت الباب. يعني حيت كنشوف شي حاجه، ماشي كنشوف الانسان، يعني كنشوف شي حاجه خطير. وانا صافي ديك النهار قلت اللي غيجي يجي، ما بقيتش كنقال العنق ديالي في اليدين ديال القميشه صافي. انا ما بقيتش قادره نصبر، حليت الباب ودرت بحال هكا، حليت رجليا ويدي وضربت طلبت صداب وقريت الصوره الله لا قريتها وكنحس بشي حاجه خرجت لي من ذاتي. وليت بخير، وليت عايشه مع الناس مزيان، يعني لمده تكملت لمده عامين. دائما هز المنطه ديالو خارج عند صاحب واحد المره كاينه حدانا نيت تما في السعوديه، ما كنباتش بوحدي كنخاف، كيجي الخوف، كيجيني الخوف والناس ما عندي الخاطر ديالهم. كتقول لي المره ما خلات ما دارت لي مالك اش وقع لك، ولكن ما عرفت شنو وقع لي. خير ما عرفتش. طلب الله خير. حاولي اختي تاخذي ليزار ياك؟ ايه. حاولي تمدي وتغطي بليزار. واخا. توكل على الله. ان شاء الله. دير الاسباب والكامل على الله ياك؟ ايه واخا. مرحبا. بسم الله. حاول اختي شوف. نعم. حاولي تنعسي وتغطي بليزار. تغطي بليزار بحال هكا؟ حاولي تنعسي، حاولي تنعسي. تك بحال؟ اي نعم. ان شاء الله يا ربي بخير. يلا غمض اختي عينيك وركزي مع خوك واستعيني بالله. اي نعم بحال هكا اختي ان شاء الله. بسم الله. طلبوا ربي يفرحك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم
ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلمات ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.